رجينا لهذه الجمعيه هي اننا نجيبوا التجارب اللي تعلمناها لهي نجيبوها ما يقولوا رجوع الى الاصل فضيله. دونك حنا رجعنا لبلادنا باش نجيبوا التجارب نتاعنا ونعلموهم لاصدقائنا والزملاء نتاعنا ويكون عن طريق تبادل التجارب يعني بين الاطباء نتاعنا والاطباء اللي نجوا من مدينه فرنسا ومن جميع انحاء العالم باسكو كاين اطباء واحد اخرين كانوا يجوا من بلدان واحد اخرين. انا التجربه نتاعي هي اننا نعملوا بزاف مع الاطفال. هذه الحاجه اللي خلتني يعني دقاستني بزاف هي اننا نعملوا بزاف الاطفال. هي انا دكتوره كريمه الهاشمي هي اللي دير هذه العمليات. عهد تعلبة لي فونت لابيو بالاتين نعملوا مع تبادل مع واحد الاو ان جي انترناسيونال احنا الممثلين تاعها. دونك عملنا الاول مركز عملنا في مدينه سعيده دكتوره هاشمي هي اللي دارته وهكا كنا نجلبوا كل اطفال الغرب الجزائري. ومن بعد حبينا نفتحوا مركز ثاني في مدينه في الشرق وخيرنا مدينه جيجل ودرنا يعني شهر جوان اول تجربه في مدينه جيجل. كانت تجربه رائعه واللي يفرحني هي لما نشوف الابتسامه في وجه الاباء وفي وجه الاطفال. هذيك حاجه اللي تقيسني بزاف وفوالا الحاجه اللي كاسني بزاف سي كون تو فوا لي بارون سورير سما فرحوا بزاف كانوا ما كانوش النتيجه ما كانوش يتخيلوها. دونك يشوفوهم يفرحوا حنا نفرحوا. هذاك هو يعني الهدف تاعنا هو هذاك هو ان نفرحوا الاطفال ونفرحوا الاباء ونرجعوا لهم البسمه. هذه هي يعني دونك فوالا نعملوا بقلبنا ونعملوا وحاجه اللي ساعدتنا ان الناس هنا يساعدونا بزاف ويفتحوا لنا الابواب. ونعملوا غير مع المستشفيات العموميه ما نعملوش مع المستشفيات الخاصه لانه بوكو بلوس الاباء اللي ما عندهمش امكانيات. دونك هذيك هي النجاح تاعنا هذاك هو. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.